его пошуе дыма, Ласа. Non ho quelle sedie alla fuga, non si deve andare a decidere. C'è un samba, هي المرأة اللي تم احتجازها لمدة أكثر من 16 سنة. هيا أنا معكم صورة قصير القائد دول. هذه نشوفوا معنا هذه فتاة فاطمة الصالحي مع الأخ ديالو إسعاف السلطات الإقليمية. الآن فيديو ديال احتجاز فاطمة الصالحي اليوم. شوفوا حي البغادة احفير سي مصطفى. تحياتي العشية ان شاء الله هذه يكون مباشر على هذه الحالة الوضعية ديال هذه المرأة. دابا رانا نسجلوا هذا الفيديو. اكثر من 16 سنه والمراه السي مصطفى محتجزه داخل هذاك المنزل وعايشه عيشه ديال مع الكلاب. لاحظتوا انا دخلت وشفت وي لاحظنا وشفنا هذه الحاله. هذه شوفوا الفرق. اذا احنا ما راناش في المباشر. احنا دابا رانا هكا فيديو عادي ما عنديش مباشر، ولكن العشيه سيكون مباشر قوي وقوي جدا حول هذه الحاله ديال هذه المراه كارثه عظمى. احفير سي مصطفى احنا جانا الخبر، احنا راديو احفير واتصلنا بسريه تامه، نسقنا مع ناس هنا في احفير حتى تلاقينا السي حبوها حفظه الله ورعاه. هو اللي قرر، هو اللي جاب اللجنه اقل من 8 ساعات. ان شاء الله بحول الله ساعدتهم ولا غير كل شيء. نديروا لايف على هذا الموضوع، المساله اللي وقعت عندنا في الغدا الحين ان شاء الله خويا سعيد نطرق الموضوع وبتفصيل ونشوفوا هاد الناس اللي كانوا اسباب اللي كانوا عارفين ما بغاوش يقولوا. وحنا ان شاء الله العشيه غنوريكم الباسكه. اذا شكرا، تحياتي.